أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله ألف لام ميم را تلك والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس القمر كل يجري لأجل مسمى يدبر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. بسم الله
والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر. الله الذي رفع عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. الله الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر
يفصل الآيات يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم الله الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا وهو كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك وفي الأرض قطع متجاورات وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان صدق الله العظيم. وفي الأرض قطع متجاورات
وجنات من أعناب وزرع ونخيل يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن يستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات ويستعجلونك
يستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك له مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب الشهاد عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال عالم الغيب عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال الله يعلم
الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال عالم الغيب شهادة الكبير المتعال صدق الله العظيم. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها. اغرس اصول التقى ما دمت مجتهدا ويعلم انك بعد الموت لاقيها. وهكذا اخوة الايمان والاسلام عشنا مع خير الحديث وطيب الكلم، من قال به صدق ومن حكم به عدل ومن اهتدى به فقد هدي الى صراط مستقيم وهو القرآن الكريم. تلاه على مسامع حضراتكم فضيلة الأستاذ القارئ الدكتور محمد عبد العزيز سعيد. أما فعن الصوت والضوء والفراشة فلصاحب المتوكل على الله الحاج عبد الفتاح طه وأولاده المقيم بقرة الجزائر، وشكر الله سعيكم جميعا سائلين المولى أن يغفر لمن توفى ولمن كان هنا حيا، وإنا لله وإنا إليه راجعون.